متابعي طنجة 24 سلام الله عليكم ومرحبا بكم في برنامج من حومة نحومة، وكل حومة غنزوروها غنعرفوا السبب ديال التسمية ديالها. والحي اللي غنزوروه اليوم باش نعرفوا السبب ديال التسميه ديالو هو الحي مصلى. خليكم معنا. مصلى تسمات بهذا الاسم؟ هذا اسم مصلى، مصلى بالصلاه في صلاه العيد، مصلى كيصلي وراء فينا قدام محمد الخامس، مدرسه محمد الخامس. مدرسه محمد الخامس في الرسم مصلى، هذيك هي مصلى، هذه مصلى وهذيك رسم مصلى. يعني دابا احنا البلاصه اللي فيها مصلى، هذه مصلى ولكن رسم مصلى، الصلاه هي في قدام مدرسه. واش كانت يوميا ولا غير العيد؟ العيد لا، العيد 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 كيصليو فيها، ما كاينش صلاه الجمعه تما، كيصليو العيد للعيد. يعني معروفه عين مناسبه، مناسبه صلاه العيد كانوا كيصليو تما. كيفاش كانت الاجواء ديال الصلاه تما؟ ايوا واعره واعره، ماشي بحال دابا، واعره الصلاه، والايامات كاملة كامله كانت مزيانه في ذاك الوقت، هذاك كامله مزيانه. يعني هذا السوق هذا هو اللي باقي كيدل على مصلى؟ هو اللي باقي، ما كاينش شي سوق هنا باقي، وهي الاولانيه في طنجه السوق هذا. سوق مصلى ما كانت لا كصبراطة ولا بريبة كادا ولا تاكت السوق برا، طلعنا هنا مصلى هو اول سوق هنايا، ما كاين حتى شي قيساريه، ما كايناش قيساريات برا. ما كاين الا مشى هاد السوق هذا ما تبقاش مصلى، ما غتبقاش مصلى، فين غتجبر كالينتي، فين غتجبر كالينتي، كالينتي فين غتجبرو، ما غتجبروش الا يحيدوا هاد السوق هذا، ما كاين حتى شي حاجه. كالينتي واد مصلى، هو كالينتي واد مصلى، مشهور بكالينتي، كعاصمه كالينتي. وفين مشاو اللي كانوا كيبيعوا كالينتي هنا؟ ما بقاوش، فين مشاو اللي قبل؟ ما كاينينش. مشاو تسمات على حساب هذاك المصلى اللي كيصليو فيها العيد، اللي كان جا مرحوم محمد الخامس من طنجه، كان نزل الحجر الاساس ديال المدرسه ومصلى. يعني محمد الخامس هو اللي عمل الحجر الاساس تماما في عام 47. تسمات مصلى. صليتي فيها؟ ايه صلينا. كيفاش كانت الاجواء؟ صلاه الاستسقاء، فهمتي؟ يعني الامور بخير. شكون اللي كان كيجي يصلي تما؟ كان كيجي تما واحد رفقي كان في جامع الكبير، كيقول له سيدي حفيد، فهمتي؟ كان كيصلي تما بالناس. يعني شحال في عمرك تقريبا ملي كنت كتمشي تصلي تما؟ يلاه في عمري شي 15 16 عام. واخا تعاودنا على هادشي هذا، شني كتعدل هنايا؟ هذه قصة واحد الزلافة، هذه واحد الزلافة سباعية، هذه المدة دابا باش عدلتها نقول لك 20 سنة. تبارك الله، هذه 20 سنة. 20 سنة وصوت واحد المقدمة وتهرست تهرست وبغيت نجددها لها. دابا أنا بديت لها الزلافة جديدة، هي عدلت لها هذا القاع وغتخدم هنايا، أنت هنا كتشوف كتعمل عاود من جديد، فهمتي؟ عاود كتخيط الامور ديالها وكتعمل فيها الحليب، هذه خاصنا الحليب. شحال تقريبا انت كتعدل هذا الشيء هذا؟ دابا انا في هذا الحال، دابا انا نقول 1970. تبارك الله، 1970 انت كتعمل هذا الشيء هذا؟ وانا بحد، ولكن تحسنت الامور. كنا كنعدلوا، كانت السياحه في طنجه قبل كنعدلوا هذيك الشيء خفافي، اليوم الحمد لله السياحه كثرت. الشغل غلط، هاو الحاجة حاجة متقونة، ما نهضروش عليها. تما مصلى على حساب المصلى اللي كانوا كيصليو فيه، يعني كان المصلى فوق فرز مصلى في بنية الجامع، تما كان المصلى، كانت واحد القعدة كبيرة كانوا كيصليو فيها الأعياد وكيصليو فيها،
يعني خاصة عيد الأعياد المناسبة. لا تسمت مصلى. وداك الأجواء هذاك. على هذاك الاسم، بقات مسميها مصلى. وداك الأجواء شحال هذه والأجواء دابا؟ هو الأجواء شحال هذه فرق كبير أخي، جيل الذهبي ماشي هو الجيل. جيل النحاسي اللي قال هذاك. الجيل ديالكم جيل الذهبي. جيل الذهبي بصح، تبدلوا بزاف الحوايج، كانت الحياة، كانت الحشمة، كان كيدخل الرجل من الحي ديالنا، الرجل الكبير كان بوسوا له يدو. اليوم تهضر مع العائل الصغير ولا يشعل فيك الضوء. الله يسرنا وصافي. حتى الوقار ما بقاش. والله ما بقى لا وقار، ما بقات لا حياه، ما بقات لا حشمه. كانت البلاصه هذيك شغل اسبانيول اللي خلاو، ديك شي قديم حلو. كان مثلا الحانوت هذا كان فيه الجير. هذا اللي جالس فيه انا، هذا كان فيه الجير شحال. تسمع فيه الجير. كان فيه الجير. سبحان الله كل شيء تجير. ومن بعد الجير صباح عبد الحوت. بعد الحوت ولات بيطات، دابا ولات الفروق. كل شيء كيتبدل. ايه سبحان الله العظيم، الزمان هو هذا. كيفاش كنتوا كتجمعوا باش تمشيو تصليو تما؟ كنمشيو نجمعوا، كنجمع يعني الايام ديال العيد او في ايام شي كيطلبوا الشتا ولا شي حاجه، كنطلعوا تما نجمعوا جامعه، ولكن كيشدوا الجوامع اللي قراب الليله، باش الناس كتجمع تما. يعني باش الناس يطلعوا يصليوا في مصلى خصهم كيشدوا الجوامع اللي قرابين. اللي قرابين باش الناس كتطلع تما، باش هما كيكونوا في راسهم. باش كيجوا الجامع قال لك الجامع مسدوده، قال لك لا ودي طلعنا راس مصلى تما كيجمعوا. صليتي فيها؟ صلينا مع جماعه. كيفاش كانت الاجواء تما؟ مشينا مصفها بالشعب الحشير، الحشوله كامله بالحشير، والأئمه من قبلتنا، والوالي معانا، والقايم. وحتى انايا كنكون وصلنا للنهايه ديال الحلقه ديالنا ديال اليوم. خلونا تسمى في التعاليق شمن حي تبغيو نزوروه وتعرفوا السبب ديال التسميه ديالو. كان معكم ايوب جباري، نتلاقاو في فيديو جديد وحومه جديده. سلام عليكم.